تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، و بالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج نطرح المواضيع الصحية والطبية المختلفة، نستقبل آراءكم ملاحظاتكم وأيضا يعني اقتراحاتكم لتطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. اليوم مستمعينا، أول شيء أبغي أتكلم عن يعني خبر نجاح مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة في دبي في استئصال ورم سرطاني من كلية مريضة مع الحفاظ على الكلية، وهذا كان عن طريق الـ 3D printing اللي هي الطباعة ثلاثية الأبعاد. طبعا هذه عملية جراحية دقيقة جدا ومعقدة، كان الورم السرطاني في لب الكلية نفسها وعلى مقربة من الشريان الرئيسي لها. أنا ليش ذكرت هذا الخبر في البداية؟ لأن ما نتكلم عن تفاصيل هذه العملية وما نتكلم عن كل المواضيع اللي تخص هذه العملية على الهواء مباشرة من خلال استضافتنا إن شاء الله بعد الفاصل الدكتور ياسر السعيدي استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى دبي. موضوع جدا جميل، إنجاز جميل جدا، ما نتعرف عليه وعلى تفاصيله في هذا الموضوع. أيضا يعني قبل ما ندخل كذلك في يعني أخبار وكالات الأنباء والصحف، خلونا نوجه عناية المستمعين إن شاء الله إلى بدء استقبال الراغبين في فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية في مركز الجوز الصحي بعد التوسعات والتطوير الشامل الذي شهده مؤخرا. طبعا هذه التوسعات دشنها معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي تقريبا نهاية الأسبوع الماضي، أعتقد يوم الخميس إذا ما خاب ظني. مواعيد العمل في المركز تبدأ من الساعة 7:30 صباحا وحتى 9:00 مساء خلال أيام الأسبوع من الأحد وحتى الخميس، وهي مخصصة لاستقبال الموظفين والمهنيين وعمال الشركات والعمالة المنزلية. اليوم أيضا المساء جاي هذا أشوفه يعني تقريبا جاي الساعة 9:47 قبل برنامجنا، يعني ما أدري إذا قراب وسيف على الحلقة اليوم لأنه هو أظن مكان أبو عمر، يقول نواجه مشكلة في شركات التأمينات للخدم بعد الرد بعدم الرد على الهاتف وعدم توافر مكاتبهم لمراجعتهم، يجب على وزارة الصحة أولا توفير المكاتب وتوضيحها. أبو سيف دبي، أبو سيف دبي، أنا ما أدري إذا قراب أبو سيف المسج هذا، لكن أنا أبغي بس أقول لك إنه أول شيء باقي 19 يوم على انتهاء مهلة الانضمام لمنظومة الضمان الصحي اللي كانت هيئة الصحة مددتها من 31 مددتها يعني تقريبا شهر 6 لين 31 ديسمبر. هذه الفترة الهيئة حطتها ليش؟ عشان تعطي الفرصة الأكبر لجميع أفراد المجتمع اللي مشمولين بأي نوع من باقات التأمين الصحي أنهم يلتحقون بهذه المنظومة قبل فرض الغرامات الرسمية المعتمدة اللي سيبدأ سريانها إن شاء الله على المتأخرين اعتبارا من الأول من يناير المقبل، يعني 1 يناير بتبتدي المخالفات. هذا واحد مددوا لكم الهيئة جزاها الله خير، مددت 6 شهور عطتكم على أساس أنكم تصلحون أوضاع العمالة اللي موجودة عندكم. هذا واحد. 2، شركات التأمين هي 9 شركات اللي تقدم الباقة الصحية للفئات المساعدة، وذكرناها أكثر من كم 50 مرة قلنا أسامي الشركات يمكن. زين،
تقدر تختار لك واحدة من هذه الشركات التأمين المرخصة من هيئة الصحة بدبي، مش الوزارة، هيئة الصحة بدبي، للباقة الأساسية، وتبدأ الأسعار من 550 درهم للشخص سنويا. الشركات هي أكسل خليج للتأمين، تكافل الإمارات، دار التكافل، أورينت للتأمين، شركة رأس الخيمة للتأمين، شركة ضمان للتأمين الصحي، شركة عمان للتأمين، ميت لايف، والشركة الوطنية للتأمين. تبغي معلومات زيادة اتصل على 800-342 بيدلونك وين تصير وشو تسوي. وهذه الشركات موجودة مكاتبها في أكثر من مكان. أنا ما أبغي اليوم أتكلم عن التأمين الصحي، لا، أنا اليوم عندي موضوع أهم، ما نخصص حلقة للتأمين الصحي، لكن يا جماعة الخير موضوع وايد بسيط سهل، لا تعقدونه. يعني الهيئة حاولت أن توفر كل شيء على أساس تبسط هذا الموضوع، وأنا أشوفه يعني بسيط، يعني ليش معقدينه يا جماعة الخير؟ وشيء لمصلحتكم. انزين، عموما قبل لا أدخل على الأخبار العالمية، خلونا زميلتنا أسمى الجناحي، هي المسؤولة عندنا عن السوشيال ميديا في هيئة الصحة في دبي، ناخذها معانا على الهواء. أسمى جاهزة يا شباب؟ أسمى صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور سرور في محمود. نحن خلاص ما نعتمد هذه الفقرة معاك يوميا إن شاء الله، تعطينا تي موجز عن السوشيال ميديا وحسابات الهيئة هذا الصبح. يعني شو أبرز التغريدات والتعليقات والمواضيع اللي موجودة عندنا في صفحات السوشيال ميديا؟ خلينا نذكر بعد المستمعين كذلك بصفحاتنا، أكاونتنا شو؟ أكاونتنا على التويتر وإنستغرام وسناب شات وفريسكوب كله DHA_دبي، أما الفيسبوك واليوتيوب هو دبي هيلث أثورتي. جميل. إذا ممكن تتكلم عن التأمين، وبصراحة أغلب الرسائل الموجودة مو بس في حساباتنا، حتى في حسابات في السوشيال ميديا تتكلم عن التأمين الصحي، خصوصا بعد إعلان أن المهلة 19 يوم. جميل. فالكل يسأل، يحاول يعرف هل إن الخدم مشمولين، هل شو شركات التأمين المعتمدة، ونبغى ننوه إن هم يقدرون يتواصلون معانا على 800-342 وهو رقم المجاني، ويدخلون الموقع راح يحصلون كل المعلومات اللي يحتاجونها، اللي هو isad.ae. جميل. أسمع غيرها. هلا، شو الترند عندنا في الإمارات؟ الترند اليوم مو وايد صحي، لكن عن بخصوص الصحة أكثر الأشياء يتكلمون عنها الزيوت المهدرجة. من يومين ما عاش يسافر الزيوت المهدرجة. شو هاي؟ أنا عارفيني عليها وعارفين المستمعين، عندك معلومات عنها؟ يعني بعض المستحضرات اللي فيها زيوت مهدرجة وهي مضرة للصحة. أحب حتى ننوه من خلال البرنامج أخوي محمود أن هذا من اختصاص التغذية والغذاء، كله من اختصاص بلدية دبي. صحيح. حصلت على المختبر مال البلدية. هي مختبر البلدية هم اللي يتكلمون عن الزيوت المهدرجة والأشياء هاي والتغذية المصرح فيها داخل الدولة. زين، حوليهم على أكاونت البلدية عيل. نحولهم دارك. في ناس يتكلمون بشكل عام من حساباتهم، مش منشن الهيئة، لكن من خلال الأجهزة اللي حاطيها للاستماع يتكلمون هالفترة وايد عن الزيوت المهدرجة. اسمع، على الصبح احيانا السوشيال ميديا يطلعون بعض الفولورز ولا بعض المتابعين باشياء شيء كوميديه شويه، ولا تكون فاني يعني بالتعليقات وكذا، ما ادري في شيء اليوم عندنا اذا او تتذكرين شيء من الاشياء اللي صارت يعني في خلال الفتره الماضيه. بصراحه كل حاطين عن التبرع بالدم، وأغلب الملاحظات الجاية اللي تضحك إن هم بيتبرعون لصالح بعض الأشخاص اللي موجودين في الفيديو. أكثر شيء يضحك اليوم. جميل. أسمى الجناحي زميلتنا ومسؤولة السوشيال ميديا عندنا في هيئة الصحة في دبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة، وإن شاء الله حطي في بالك كل يوم بتكونين معانا. ها، إن شاء الله. مشكورة. ولا ننسى ننوه للأشخاص اللي يزوروا موقع سعاد isad.ae للمهلة 19 يوم. ومشكورين. شكرا اسم الجناحي من قسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي، كانت تعطينا بعض الرؤية الموجزة عن أهم المواضيع الخاصة بالسوشيال ميديا وحسابات هيئة الصحة بدبي، اللي نذكرها مرة ثانية اللي هي DHA من دبي هيلث أثوريتي، DHA_دبي، هذه على تويتر وإنستغرام وبريسكوب. في وقت عندنا دقيقة ناصر، لازم
يا أخي أنت وايد يعني شارب في الموضوع الفاصل، سوي لي كذا ويبطل عينه يزيق الصراحة. عموما فاصل مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله ما نستقبل دكتور ياسر وبيتكلم عن هذا الإنجاز اللي تحقق في مستشفى دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. في رسالة جاءتني تقول ابنتي تدرس في فلسطين وكستة شهور تحضر أسبوع واحد، هل بحاجة لعمل تأمين؟ وأيضا أنا أنثى عمري 63 سنة بتخلص إقامتي 2017 شهر 9، متى لازم أمن صحي، ويعني متى لازم هي تأمن صحيا، وفين وبكم إقامتي على زوجتي وهو راتبه قليل، إقامتنا دبي وساكنين بعجمان. موضوع أن عليك تأمين يجب أن يكون لك تأمين بشكل أو بآخر. التأمين باقته 560 درهم لسنة كاملة، وأيضا تسترجع المبالغ أو أنه ممكن تحول التأمين لشخص آخر، هذا على حد علمي. وإن شاء الله باكر أو بعده من نستضيف بعد دكتور حيدر بيعطينا تفاصيل أكثر عن موضوع التأمين. أنا اليوم بس أنا يعني في البداية حبيت أنوه لموضوع التأمين بشكل عام، ما أبغي الحلقة تكون تصب في موضوع التأمين. عموما مستمعينا أرقام التواصل معنا على 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. بداية الحلقة أعزائي المستمعين، أنا ذكرت أن آخر الأنباء من داخل مستشفيات هيئة الصحة بدبي وبالتحديد مستشفى دبي، نجح المستشفى بحمد الله في استئصال ورم سرطاني عميق لم يكن ظاهرا يعني بشكل واضح، ما كان هذا الورم ظاهر، ولكن بأحدث التقنيات العالمية واللي تستشرف المستقبل هي تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، أجرى الطاقم الطبي العملية بنجاح اعتمادا على مجسم ثلاثي الأبعاد تم طباعته في الخارج، وهو يحاكي حالة المريضة وما أظهرته صور الأشعة والتحاليل الطبية. هذه العملية وإن تشابهت مع عمليات جراحية، يمكن عملية واحدة جراحية في بريطانيا، لأنها فريدة من نوعها، وصلت الجراحة فيها إلى أقصى درجات التعقيد بسبب عدم ظهور الورم السرطاني على سطح الكلية. أنا ما أبغي أشرح وايد الموضوع كامل، لكن حول تفاصيل هذه العملية يسعدنا أن يكون معنا اليوم دكتور ياسر السعيد، استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بالنور. السلام عليكم. أول شيء مبروكين على نجاح العملية دكتور، ومبروك أيضا الاستشراف هذا هذه التقنيات وجذبها والعمل بها من خلال الخبرات والأطباء الموجودين عندنا في الهيئة، وهذا يعطي انطباع عن يعني الكفاءة البشرية وأيضا قدرتها على التعامل مع معطيات العلم الحديث والاستشراف المستقبل من خلال الاستعانة بهذه التقنيات. أول شيء قبل أبدأ معاك الحوار وتفاصيل هذه العملية، طمنا على حالة المريضة. الحمد لله رب العالمين، حالتها مستقرة ووضعها في تحسن، وإن شاء الله خلال أيام راح تغادر المستشفى إن شاء الله. إن شاء الله. خلنا نتكلم عن حالته في البداية. شو هي حالته دكتور؟ حالته في البداية أنه هي كان عنده ورم في الكلية، في الكلية اليمين. الورم هذا تقريبا قريب لأربعة سنتي. عادة أورام الكلية اللي هي توصل لأربعة سنتي إذا كانت سطحية موجودة على سطح الكلية نفسها، موجودة يا في الجزء الأعلى أو الجزء الأسفل من الكلية، الاستئصال يكون شبه روتيني. صعوبة الحالة استئصال الكلية كلها يعني؟ لا، استئصال الورم. الورم. الورم إذا كانت سطحية. صعوبة الحالة أن الورم هذا كان موجود في العمق داخل الكلية. داخل الكلية. ومو مبين. وموجود قريب عن الشريان الرئيسي للكلية والوريد، وموجود عند قريب عن لب الكلية من الداخل. في هاي الحالات عادة نسبة اللجوء للاستئصال توصل ل 20 أو 30% استئصال الكلية بشكل كامل.
بفضل من رب العالمين وتوفر تقنية ثلاثية الأبعاد الطباعة قدرنا نسوي مجسم للكلية بالحجم الأصلي للكلية عن طريق الأشعة المقطعية اللي سوينا لها المريضة، وتمت طباعة العينة هاي. وفادتنا العينة هاي أولا التخطيط للعملية، إمكانية الاستئصال قبل إجراء العملية، التخطيط بشكل كامل، كيفية الاستئصال، الوقت اللازم لعمل هاي الجراحة، وأثناء العملية وجود العينة هاي ويانا أثناء العملية. يومنا شفنا الكلية وعلى السطح ما بقادرين نعرف مكان الورم، عن طريق المجسم هذا اللي كان موجود قدرنا نحدد بشكل تقريبي مكان الورم، وبعدين باستخدام الموجات الصوتية، التصوير بالموجات الصوتية أثناء العملية، حددنا بدقة مكان الورم، وقدرنا نستأصل الورم في وقت زمني مقبول للمريضة. العملية كبرها استغرقت 3 ساعات، لكن تحضير العملية خذت تقريبا 2 ساعة. استئصال الورم نفسه خذ أقل من 28 دقيقة. سبحان الله، 28 دقيقة بس. نعم. لأن أنتوا عارفين شو بتسوون بالضبط. طبعا الترتيبات بداية العملية خذت وقت، لأن لازم نجهز المكان، الكلية لازم نحررها من كل الأعضاء اللي موجودة حوالينها، فالترتيبات هاي تاخذ وقت عادة ما بين ساعة لساعتين. 28 دقيقة فقط كانت الفترة الزمنية اللي احتجناها عشان نستأصل الورم. جميل. ومن ثم كان التسكير يعني اللي خذ باقي الوقت. جميل دكتور، يعني أنا أفهم من كلامك الآن، إذا ما كانت تقنية ثلاثية الأبعاد هذه موجودة عندنا في هذه الحالة، الصورة ما كانت تكفي، هذا 1، 2 هل العملية ما كانت بتكون بهذه السهولة، ما بتكون بهذه الدقة، هذا اللي أنا فهمه؟ نعم، عدم وجود طباعة ثلاثية الأبعاد، عادة العملية هاي ممكن أن تتسوى، وأنا أجريت هاي العمليات من قبل، لكن المشكلة أن أبغى أعرف المقارنة ما بين العملية العادية والثريدي. نعم. مع الثريدي التخطيط كان أفضل، الدقة في معرفة مكان الورم كان أكبر، الفترة الزمنية اللي استغرقناها للوصول للورم واستئصال الورم كانت أقل، لأن في الحالات العادية ما عندنا وسيلة ثانية إلا التصوير التلفزيوني، وممكن يطول فترة الاستئصال، وفترة الاستئصال لازم ما تتعدى 30 دقيقة، لأن في وقت الاستئصال لما نستئصل الورم لازم نسكر الشريان الرئيسي للكلية، فنقطع الدم عن الكلية عشان ما يستوي نزيف. إنزين، فإذا سكرنا الشريان أكثر من 30 دقيقة يأثر على وظائف الكلى مستقبلا. أوكي. فلهالسبب هاي الأشياء كلها ساعدتنا أن نسوي العملية في الوقت المطلوب. جميل. إنزين، وفي السرعة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة. ونسبة استئصال الكلية كلها دكتور يعني انخفضت. بالضبط. يعني هذه أهم شغلة. نعم. ليش؟ لأن إذا استأصلت تم استأصال الكلية كاملة دكتور واحد ممكن يعيش بكلية واحدة، صح؟ بالضبط، لكن احتمالية حدوث فشل كلوي في المستقبل تكون أكبر بكلية واحدة مقارنة بإنسان طبيعي عايش بكليتين. طيب دكتور، الآن يعني اتخاذ قرار الاستعانة ب 3D printing هذا كيف ياكم؟ ليش قررت أنك تستعين بهذه التقنية؟ وأيضا دكتور يعني أبغى أتكلم عن عالميا هذه التقنية أو هذه العملية، هل صارت على الأقل في الإمارات، في الريجن، في العالم، هل في عمليات صارت بنفس الشكل؟ حسب علمي والريسيرش أو البحث اللي سويت، أجريت بحث على هالموضوع، الطباعة ثلاثية الأبعاد تستخدم في المجال الطبي في عدة تخصصات. في تخصصنا في المسالك البولية استخدمت في دراسات في جامعات في بريطانيا، وفي دراسة نشرت، لكن استخدامها على أورام معقدة بهالشكل موجودة في لب الكلية
قريبة عن الشرايين الرئيسية للكلية ما شفت أي بحث طبي نشر في هذا الشيء. طيب المريضة شو انطباعاتها بعد العملية؟ الحمد لله. قبل العملية قلت لي دكتور تحت الهواء أن هي كانت رافضة تسوي العملية أو هي كانت من التصوير من الأشعة المقطعية مثل ما شرحوا لها في بعض الأماكن قالوا احتمال كبير أنه ما يكون شيء هذا وما يكون ورم حتى وكانت مترددة. فبعد ما سوينا طباعة الكلية بتقنية ثلاثية الأبعاد بعد ما رويتها العينة وشافت المجسم قدام عينها ويودتها بيديها وشافت الورم مكانه وين ومكانه قريب عن الشريان الرئيسي للكلية مكان خطير واقتنعت. وهي كانت يعني رايحة أكثر من مركز طبي وكانوا قايلين لها أن الحل الأفضل هو استئصال الكلية كلها. لكن بفضل من رب العالمين وتوفيق من عنده الحمد لله رب العالمين قدرنا بس نستأصل الورم وتحافظ على كليتها. جميل دكتور. أنا بتواصل معاك أكثر وبتعرف على الخدمات اللي تقدمونها كذلك في مستشفى دبي من خلال القسم اللي قسم جراحة المسالك البولية. نحن منوقف مع فاصل قصير، لكن قبل الفاصل خلوني بس توجه أيضا بالتهنئة حق زميلنا المخرج أيمن سرحيل على يعني الله رزقه ما شاء الله بولد. طبعا هذا الولد يمكن انا ارتحت اكثر من من منه هو اصلا في عمليه انه الحمد لله حرمته يعني ربت وكذا. ف يبغي حتى ايمن يقول لي وجه تحيه وشكر خاص لمستشفى دبي على عنايتهم بالطفل. فالف مبروك لك يا ايمن. وايضا مستمعينا اللي يبغي يتواصل معنا على 600551414 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006. اللي عنده ايضا اي اسئله حق الدكتور بعد كذلك ممكن انه يبعث لنا اياها عن طريق المسج او عن طريق الاتصال. فاصل وما نرجع لكم ان شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. طبعا هي ليش متألقة؟ متألقة بكم مستمعين الكرام. إذن قبل الفاصل كنا نتحدث عن تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد التي تم استخدامها لاستئصال ورم سرطاني بهذه التقنية في مستشفى دبي، وكان معنا إن شاء الله وبيستمر الدكتور ياسر السعيدي استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى دبي. حياك الله معنا مرة ثانية دكتور. طيب للي يعني لحقوا معنا الحين بدوا يستمعون الحلقة دكتور، خلنا نذكرهم بس موضوعنا. نحن كنا نتحدث عن مريضة من الجنسية العربية تم استئصال ورم سرطاني في الكلية. في الكلية نعم. مثل ما قلنا الورم كان في مكان معقد وورم في لب الكلية غير باين سطحيا، وكان الحل يا أما الاستئصال الكامل للكلية أو الاستئصال الجزئي للورم فقط، بحيث أن نستئصل الورم بشكل كامل والمريضة تحافظ على كليتها. وصغر سن المريضة، المريضة تقريبا عمرها 40 سنة، 41 سنة، الحفاظ على الكليتين راح يعطيها فرصة أكبر أن وظائف الكلى تكون طبيعية على مدى الحياة مقارنة باستئصال الكلية، وفرصة حدوث فشل كلوي لاحقا بكلية واحدة تكون أكبر من إذا حافظت على الكليتين. جميل دكتور. يعني نجاح مستشفى دبي في هذه العملية الجراحية الدقيقة اللي واستخدام هذه التقنية، أول شيء يعني هذا الموضوع بيزيد من إقبال المرضى عليكم في المستشفى، فبيصير عليكم ضغط. الحمد لله رب العالمين. يعني قسم جراحة المسالك البولية قسم نشط عنا، الضغط كعدد المرضى نحن نستقبل تقريبا ما بين 60 إلى 80 مريض يوميا في العيادات. عنا عيادة المسالك البولية عيادة يومية بشكل يومي، ثلاث أطباء يغطون العيادة. العمليات عندنا 4 أيام في الأسبوع، وأغلب العمليات الكبيرة تصير عندنا في مستشفى دبي.
الحالات المعقدة، حالات الأورام الكبيرة اللي في الكلية، استئصال الكلية، الاستئصال الجزئي للكلية، هاي الحالات كلها نجريها في مستشفى دبي بفضل من رب العالمين. أتذكر قبل فترة تم استئصال يعني كلية ضخمة جدا. نعم. تم استئصال كليتين في مريض عنده فشل كلوي وعنده تشوه خلقي في الكلى، يصير عندهم تضخم، الكلى توصل لأحجام ضخمة جدا. أنا شفت الصورة دكتور ما شاء الله، يعني الكلية عودة. نعم، استئصال هاي لو الكلى حتى لو كانت غير سرطانية لكن تأثر على صحة المريض، تأثر على تنفسه، على حياته اليومية، فالاستئصال ريحها وايد. جميل. دكتور الحين مستشفى دبي مثل باقي مستشفيات هيئة الصحة في دبي دائما تحاول أن تستعين بالتقنيات الأفضل الموجودة في العالم، وأيضا تحاول أن تستقطب الكفاءات الأفضل في العالم. اليوم بعد إجراء هذه العملية بتقنية ثلاثية الأبعاد، يعني أنت شو تصورك دكتور لانتشار هذه التقنية، وأيضا الطب وين رايح؟ الأبعاد اللي ممكن الواحد يعني يستند عليها ويشوفها مع الطباعة ثلاثية الأبعاد هذه في المجال الطبي، المجال كبير جدا، مو بس في التخصص المسالك البولية، في أغلب التخصصات الجراحية، يعني تشخيص الأورام اللي موجودة في الكلى، في الكبد، في الأعضاء اللي موجودة في الجسم، إجراء الطباعة ثلاثية الأبعاد هذه والحصول على المجسمات تساعدنا على التشخيص الدقيق، التخطيط للعملية بشكل أدق وأفضل، توفير الوقت على الجراح وعلى المريض أثناء التخدير أثناء العملية، تثقيف المريض بشكل أفضل ومعرفة حالته بشكل أوضح. الشيء المهم جدا حتى في تدريب الجراحين الجدد عن طريق المجسمات هذه، ممكن الجراحين الشباب اللي ياسين يتخصصون يجرون هاي العمليات على هاي العينات قبل حتى لا يقدرون يجرون العمليات على المرضى، فبالتالي يكون مثل السيميوليشن في الطيران مستخدم بطريقة ثانية بالجراحة التقليدية أو بجراحة المناظير أو بجراحة الروبوتك سيرجري أو الإنسان الآلي. جميل. نحن عندنا دكتور مداخلة من دكتور محمد الرضا مدير المكتب التنفيذي للتحول والتنظيم في هيئة الصحة في دبي، حياك الله معنا دكتور. صباح الخير، صباحكم الله بالنور والسرور. أول شيء يعني أنت من الأشخاص اللي ساهموا في هذا الإنجاز دكتور، يعني خلنا نتكلم عن هذه العملية، كيف تواصلتم وكيف جت الفكرة باستخدام مجسم الكلى المطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، شو وصلكم مع بعض أنت والدكتور ياسر؟ سألت يشجع النصر قال لي لا. طبعا أنا بارك للدكتور ياسر السعيدي نجاح العملية، وباستخدام يعني حتى لو جزء بسيط من نجاحها كان لطباعة ثلاثية الأبعاد. طبعا ما يخفيكم أن يعني هذه الاستراتيجية لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد تنبثق من استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد اللي هي من فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد اللي تم إطلاقها قبل ما يقارب 6 أشهر. أيضا استراتيجية هيئة الصحة بدبي 2021 تشجع على استخدام الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيق يعني أفضل مستوى من العناية للمرضى. كيف بدأت يعني هذه المحادثة بيني وبين الدكتور ياسر سعيد؟ طبعا أنا افتخر أن الدكتور ياسر سعيد من يعني خريجي نفس الكلية اللي أنا كنت فيها في إيرلندا، وطبعا بيننا علاقة يعني طبية قديمة، والتقيت تقريبا ما يقارب شهر أو شهر ونص، قال لي محمد أنت تتكلم عن الطباعة ثلاثية الأبعاد، تعال ساعدني في هذه الحالة. قلت له شو تامر؟ أنا عندي مريضة وعندي حالة نادرة بحيث أن الورم داخل يعني ديب في الكلية في لب الكلية،
فقلت له حاضر ابعث لي الصور، ابعث لي الصور. حتى قلت له ان شاء الله نحن نعين خير ان نقدر نطبع لك شيء خلال اسبوعين الى ثلاث اسابيع. وبالفعل بعثنا هذه الصور الى يعني شركائنا في الدوله وخارج الدوله، شافوا الورم قالوا بالفعل هذا يعني ورم صعب استئصاله، وفي اغلب الاحيان انت بتضطر انك انت تستأصل الكلى بالكامل. هذا اللي نحن ما نبغى، نحن نبغي نحافظ على الكلى كثر ما نبغي. قالوا ما يهمك. خلال ثلاث اسابيع بالفعل كان النموذج امامنا، بعثناه للدكتور ياسر السعيدي وشاف الورم يمكن لاول مره بين يدينا، وقدر يشرح للجراحين خطة عملهم بالنسبة لاستئصال الورم هذا. أتوقع سير العملية كان ما أدري الدكتور ياسر يعطينا نبذة عن سير العملية هاي. تكلم فيها دكتور. الحمد لله رب العالمين، العملية تمت بفضل من رب العالمين بنجاح، والحالة المريضة الحمد لله مستقرة وفي تحسن يومي، وإن شاء الله خلال أيام راح تغادر مستشفى دبي. جميل. دكتور محمد أنا أبغى أتكلم عن المجالات المفتوحة للهيئة للاستعانة بهذه التقنية. دكتور ياسر كان يتحدث عن استفادته الكبرى من هذه التقنية. طيب شو المجالات الأخرى المفتوحة لاستخدام هذه التقنية؟ حاليا طال عمرك إن شاء الله بنطبق الطباعة ثلاثية الأبعاد في الأسنان. بتقول لي كيف في الأسنان؟ الأسنان اليوم طال عمرك يتم صياغة السن اللي يبغى يزرع في فك المريض من قبل فنيين، ويستغرق عدد معين من الأيام وعدد أيام من ساعات العمل. فالطباعة الثلاثية الأبعاد يعني بتختصر علينا عدد هائل من الوقت، بتوفر علينا بعد هذا المعجون اللي يحطونه في حلجك يا دكتور. بتاخذ صورة وبتطبعها عرفت، ما بتطبع لك سن بالوقت الواحد، لا بتطبع لك، لا ويطلع يطلع يطلع النموذج غلط بعد دكتور، تعال عيد مرة ثانية. عيد مرة ثانية. نعم. فأنت الكوست هني تكلفة عالية جدا. صح. أولا أساسا توصل لهذا النموذج، ثانيا أنك تعيده مرة ثانية. فهني أنت اختصرت الوقت، أعطيته جودة أفضل، وأعطيته شيء يعني يمكن يكون أفضل له من أي صياغة باليد. هذا واحد. رقم اثنين، مثل ما تفضلت اليوم وتكلمت عن طباعة ثلاثية الأبعاد واستخداماتها ما قبل العملية، يمكن نحن نقرأ عن طباعة ثلاثية الأبعاد ونشوف أنه شيء بسيط أنك أنت تشرح للجراح قبل لا يدخل العملية، أو تشرح للمريض قبل لا يدخل العملية، بس صدقني هذا شيء مش بسيط. هذا شيء اليوم أنا قارنة، تعرف شو أبو يوسف، كأنك أنت تطلع من بيتك وتبغي تسير لمكان ما تعرفه أول مرة سائر له. شو تسوي؟ تدخل على جهاز الجي بي اس أو تدخل على أي برنامج عندك أبليكيشن وتقول أنا هذا المكان، هذه وجهتي أنا، كيف أوصلها؟ عندي ثلاث خيارات. طيب أنا أختار اليوم أفضل خيار بأسرع وقت وأقل تكلفة. صحيح؟ صحيح. حفظت أنت حين خط السير إلى الوجهة اللي تبغي توصلها. جميل جميل. دكتور عندك وضوح، وضوح جدا كبير وانت سايق عشان توصل له الوجه. فهذا اليوم نفس الشيء يسويه في عقل الجراح لما يفتح، وبدل ما يتفاجئ انه يشوف شيء ما يعرف كيف يتصرف وياه او اول مره يشوفه، اليوم لا هو شايفنه ومتدرب عليه يمكن، وعارف المساحه اللي ماخذنها وطريقه تصرفه مع طريقه التقائه مع الأوردة أيضا وايد مهمة. حلو دكتور. يعني تم إنجاز الدورة الأولى بأعلى معدل نجاح لمسرعة أعمال عالمية ب 65% وخمس جهات جديدة تنضم إلى هذا البرنامج. طبعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله يوجه بربط مشاركة الجهات الحكومية بمسرعة دبي مع الجيل الرابع. طيب الآن نحن نتكلم عن مسرعات دبي المستقبل، طبعا هذا هدف استراتيجي تم الإعلان عنه ضمن هذه المبادرة. إنتاج المجسمات المطبوعة محليا، أنت ذكرت يعني في بداية اللقاء أن هذه مسألة استراتيجية بالنسبة لنا، نحن في هذه الحالة بعثنا هذا المجسم إلى خارج دولة الإمارات. وين الخطة مالتكم أو سير العمل، وين واصلين على أساس أنه ممكن يتم إنتاج هذه المجسمات محليا؟ نعم. اليوم عشان أن أنا أستثمر في مصنع لطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن في تكلفة معينة، فأنا يجب أن أدرس المردود قبل لا أستثمر في هذا المجال. رقم اثنين، أنا عندي اليوم طرق حديثة فأني توفر علي هذا الاستثمار
وتيب لي نتائج أفضل. مثلا أوكي. أنا اليوم أحتاج أطبع 200 إلى 300 مجسم سنويا في مستشفى راشد على سبيل المثال. طيب ليش أنا أسير واستثمر في الأجهزة؟ هاي الأجهزة فيها تكلفة عالية، صيانتها عالية، ومحتاجة أشخاص متدربين بحيث أنهم هم يصينونها ويستخدمونها. ممكن أوفر عليها هالكوست، ممكن أقطع شوط بطريقة أسرع وأوفر وأضمن أنا الجودة اللي أنا أبغاها. فحاليا الدراسة بين هل أنا أستثمر في هذا المجال أو أن أشوف لي حد ممكن يشيل هذا المصنع ويستثمر فيه وأنا أخلق الإيكو سيستم مثل ما يقولون، بحيث أن أنا توصلني 200 إلى 300 مجسم. حاليا هذه الدراسة، وإن شاء الله تجاري الانتهاء من هذه الدراسة قريبا. جميل دكتور، يعني نحن شاكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. ما أدري إذا تبغي تضيف شيء بعد دكتور خلال هذا اللقاء. العفو طال عمرك، ما عليكم جود، لكن أيضا أرد وبارك للدكتور ياسر السعيد الله يبارك هذه العملية، وبإذن الله إن شاء الله التعاون قائم ما بيننا وإلى نتائج منها إلى الأعلى. جزاك الله خير وياك. شكرا دكتور محمد الرضا، مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي، كان يحدثنا عن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ضمن مبادرة مسرعات المستقبل. طيب نرجع لك دكتور ياسر، الحين قلنا نحن أن في هذه العملية صارت في مستشفى دبي، يا ترى هل في عمليات أخرى إن شاء الله بيتم إنجازها بنفس الطريقة هذه؟ الحالات التي تستدعي الطباعة مثل ما قلت لك، الحالات المعقدة، والحالات المعقدة هاي صعب التنبؤ بها متى بتي، فإن شاء الله ماتي، إن شاء الله ماتي طبعا هاي مصلحة الناس، لكن الكشف عن هاي الحالات بالطريقة الصحيحة والكشف المبكر تساعدنا على العلاج الصحيح والعلاج الدقيق، مثل ما سوينا واستأصلنا الورم من الكلية وحافظنا على الكلية بشكل أكبر. فمثل ما قلنا الـ 3D printing له مكان كبير في المجال الطبي، شيء مفيد جدا، والحالات الجاية إن شاء الله راح نلجأ لنفس التقنية على أساس نواصل وننشر هذا كبحث علمي في مجلة طبية إن شاء الله قريب. إن شاء الله يا رب، ويتسجل هذا الإنجاز باسم مستشفى دبي وباسمكم كذلك دكتور. دكتور شو تبغى تقول للأطباء عن تجربتك في استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد؟ هي تقنية مفيدة جدا، توضح للجراح وللمريض وحتى للعاملين كفريق، من جهاز تمريضي، من جهاز طبي، من أطباء متمرنين عندك في القسم، توضح لهم المرض نفسه، مكانه، كيفية العلاج، اختيار أفضل طريقة للعلاج. في بعض الحالات ممكن الواحد من التفاصيل اللي عنده ومن المعلومات الموجودة بالإضافة إلى المعلومات اللي تضيفها طباعة ثلاثية الأبعاد، ممكن يختار العلاج الكيماوي في البداية قبل لا يلجأ للجراحة. هاي الأشياء كلها تضيف وتصب في قالب واحد في مكان واحد، أن الواحد يرتفع الخدمة الطبية اللي سيقدمها للمريض. جميل دكتور، أنا في سؤال ما أدري إذا لك علاقة فيه ولا لا، كان أحد المستمعين يسأل في استئصال الورم من الغدة الدرقية والمحافظة عليها. يعتمد على حجم الورم ومكانه، وفي نعم في بعض الجراحين يستأصلون جزء إذا كان الورم موجود في جزء معين في الغدة الدرقية في جهة واحدة، فيشلون جهة ويخلون الجهة الثانية. نعم. ويسووا له print out 3D. حاليا ما عندي علم في هالموضوع، بس ممكن بس إذا كان يحتاج الفريق لهالشيء. نعم والله إن شاء الله يا رب دكتور، يعني نشوف هذه التقنية موجودة في كل مستشفيات الدولة، مو بس مستشفيات هيئة الصحة، لا في كل مستشفيات الدولة. ليش؟ لأن هذه التقنية أنا أشوفها رحمة، أكيد رحمة للناس، رحمة للمرضى، أنك أنت تقدر يعني توجد مجسم كامل لقطعة في داخلك. زين، وحتى الطبيب ممكن انه يتدرب عليها قبل العملية. هذه شو بتوفر على 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 صحة المريض، على المريض نفسه. ف يعني ان شاء الله يا رب
في كل الأحوال نشوفها في أقرب فرصة في كل مستشفيات الدولة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. دكتور ما أدري كلمة أخيرة تبغي تقولها قبل أن نختم معك؟ حبيت أشكركم على استضافتي البرنامج وإن شاء الله نقدر نطور هاي التقنية في المجال الطبي ونستعين بتقنيات ثانية في مستشفى دبي، ودائما الطاقم المحلي في المستشفيات عنا طاقم على مستوى عالي احترافي عالمي، أغلبنا متخصصين في دول أوروبية، والعمليات هاي كنا نسويها برا ورجعنا، وهذا الوقت إن نقدر نأدي هاي الأشياء في مستشفياتنا في البلاد ونرد جزء من جميل الدولة علينا نحن. شاكر لك دكتور ياسر السعيد استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى دبي، وشاكر لك هذه الروح اللي تتحلى بها حقيقة واللي هي نموذج إن شاء الله لكل مواطن إماراتي، مواطن إماراتي، وأيضا لكل طبيب يعمل في هذا المجال بغض النظر عن جنسيته. نحن اليوم نتكلم عن حالة من الجنسية العربية تم استخدام هذه التقنية من خلال تواجده في للعلاج في مستشفى دبي. نعم. فكل الشكر لكم، كل الشكر لجميع العاملين في قسم المسالك البولية، يعني دائما ما تتحفون بإنجازات طبية، وأيضا الشكر لمستشفى دبي ولهيئة الصحة بدبي على توفيرها مثل هذه الخدمات. إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. في بعض الأسئلة اللي جت بخصوص التأمين الصحي، إن شاء الله منوفر لكم حلقة خاصة للتأمين الصحي، وهذه بتكون الحلقة السادسة أو السابعة كذلك من خلال برنامجنا صحة وسعادة. لكن إن شاء الله يعني نطلع بفائدة كبيرة، الكل يعرف شو اللي له وشو اللي عليه. معظم المسجات تي تقول إن يعني أنا بي إقامتي لأسبوع واحد أو بي فترة معينة أو كذا، هذه يا جماعة الخير يعني أنت الواحد ما يعرف شو ممكن يصير معاه في لحظة. فالتأمين يعني إن شاء الله بيكون يعني ضمانة لكم. فعموما نتمنى الصحة والسعادة للجميع، ألف مبروك لكل العاملين في هيئة الصحة بدبي على هذه الإنجازات اللي تحققت، وكل الشكر مني لكم محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وفي الإعداد والتنسيق فريق قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي، وأيضا كل الشكر حمد المعيوف وأيضا شيمة تنا كانوا معانا في التنسيق، والشكر الأكبر لمخرجنا ناصر محمد سليم. ونلقاكم إن شاء الله في الغد مع معلومات ومواضيع جديدة. تقبلوا تحياتي مرة أخرى ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.